أقام منتدى فن الفوتوغراف، أول منظمة فوتوغرافية تعنى بشؤون الصورة الفوتوغرافية. أقام معرضا فوتوغرافيا مكونا من 20 عمل يتحدث عن جفاف الأهوار وما هي أسبابه، وكيف تعاني المجتمعات التي تعيش في أهوار الشبايش والأهوار الباقية من معاناة كبيرة، من حيث أنه قلة الثروة السمكية وقلة الثروة الحيوانية التي باتت أنه في بعض الصور حتى أنها تموت، وهذا الموت طبعا يؤثر اقتصاديا على الدولة. الدولة بحاجة إلى ثروة حيوانية كبيرة. جفاف الماء ووفاة هذه وموت هذه الحيوانات يؤدي إلى قلة هذه الثروة، وما يحصل أنه يتم استيرادها من الخارج. طبعا إحنا في كل عام تكون لنا عدد من الجولات في داخل أهوار الشبايش والغوص في أعماقها، وذلك لرصد كل الحالات حتى حالات التلوث البيئي. استطاع منتدى فن الفوتوغراف نقلها إلى المجتمع وطرحه إلى أكثر من جهة رسمية ونشر الوعي، ولغرض نشر الوعي كذلك داخل المواطن اللي هو الشريك الحقيقي للحكومة للمحافظة على كل شيء ولا سيما الأهوار. أقام منتدى فن الفوتوغراف معرضا فوتوغرافيا يجسد حياة الأهوار التي طالتها المنية، من حيث تهجير البشر ونفوق الحيوانات والأسماك. لذلك هذه رسالة واضحة نطلقها منتدى فن الفوتوغراف إلى كافة مسؤولي العراق، وخاصة وزير الموارد المائية ووزارة الزراعة، لإحياء هذا الإرث الحضاري، إرث سومر، الذي طالما تغنى به الفنانون والشعراء والرسامون. فهذه تعتبر صرخة من خلال عدسات مصورين منتدى فن الفوتوغراف في إنعاش الأهوار بعد أن طالت أكيد يد تدمير متعمد لهذه المناطق التي طالما أغنت العراق من حيث الثروة السمكية والحيوانية.